هذا ومنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في احتفالية أقيمت بقصر القضبية صباح اليوم السيد بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة جائزة سموه للتنمية المستدامة لعام 2018، وذلك تقديرا لجهوده وإسهاماته في خدمة الإنسانية وتعزيز مساعي نشر السلام والأمن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السيد بان كي مون على نيل الجائزة، مؤكدا أن للسيد بان كي مون سجلا حافلا بالإنجازات والإسهامات المتميزة التي أثرت مسيرة العمل الجماعي الدولي نحو تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة. وأكد سموه أن السيد بان كي مون استحق بجدارة الحصول على الجائزة نظير عطائه الطويل في تعميق التعاون الدولي تجاه التنمية المستدامة وجهوده التي أدت إلى التركيز على الأهداف الإنمائية للألفية وإسراع الخطى في مساعدة الدول والشعوب للإيفاء بها وتهيئة أرضية صلبة ترتكز عليها الدول ومن بينها مملكة البحرين في جهودها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وقال سموه إننا ندعم بكل قوة مساعي المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة ونسعى من خلال هذه الجائزة إلى إبراز الجهود والمبادرات الفردية والجماعية التي تصب في هذا المجال باعتبارها نماذج ملهمة في مسار العمل الإنساني الهادف. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله استطاعت أن تحرز نجاحات متميزة في مجال التنمية المستدامة، وباتت تقدم للعالم نموذجا في القدرة على الالتزام بالأهداف والخطط التنموية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها الأهداف الإنمائية للألفية التي نجحت المملكة في تنفيذها بالفعل، وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي قطعت المملكة أشواطا كبيرة وهامة في طريق تحقيقها. وأضاف سموه أن الغايات والأهداف النبيلة التي تسعى إليها التنمية المستدامة تم ترجمتها فعليا في مملكة البحرين من خلال جهد دؤوب للإيفاء بمتطلبات شعب البحرين في كافة المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، تجسيدا لرؤيتها بأن التنمية وضمان الأمن والاستقرار عنصران متلازمان وحق يجب أن ينعم به الجميع. وأكد سموه أن الجائزة هي تعبير عن الاحتفاء بالشخصيات الجديرة باحترام وتقدير العالم نظير جهدها ومواقفها في خدمة الأهداف الإنسانية النبيلة. وأشاد سموه بتميز علاقات الشراكة والتعاون بين مملكة البحرين وكافة المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، مؤكدا سموه أن التنمية شكلت محورا جوهريا في صلب التعاون المثمر بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة. وكان الحفل قد بدأ بكلمة لمعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس لجنة الجائزة صاحب السمو رئيس لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، أعرب فيها عن تشرفه بتكليفه من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للعمل رئيسا للجنة للتنمية المستدامة، مؤكدا أن سموه يمثل رمزا للقيادة المخلصة ومصدر إلهام ومثالا يحتذى للكثير من القيادات في القدرة على الإنجاز وتحقيق الطموحات والأمال، مستشهدا بقول سموه إنه لا يوجد حدود لطموحاتنا وأمالنا، وطالما أننا نعمل فسوف تتاح لنا فرص كبيرة. وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قام بتأسيس هذه الجائزة التي تمنح كل عامين في عام 2007 دعما لمثل ومبادئ التنمية المستدامة وتقديرا للجهود المتميزة التي يبذلها الأفراد والمؤسسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والأمن والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة. وهنأ الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة السيد بان كي مون على نيله الجائزة، موضحا أن لجنة الجائزة لعام 2018 قررت اختيار السيد بان كي مون تقديرا لدوره البارز بصفته الأمين العام السابق للأمم المتحدة في صياغة واعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومساهمته النموذجية في تعزيز الجهود السلمية لإنهاء الصراعات ولمسيرته التاريخية والاستثنائية في خدمة الإنسانية.
وأكد أن مسيرة حياة السيد بان كي مون تشكل نموذجا يحتذى في الالتزام بمثل الأمم المتحدة وخدمة الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مدين لخدماته الاستثنائية التي قدمها بهدف تعزيز قدرة المنظمة الدولية على مواجهة التحديات الرئيسية في العصر الراهن في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ثم ألقى السيد بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كلمة أعرب فيها عن تشرفه وفخره بنيل جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، قائلا إنه شرف عظيم الأنال هذه الجائزة الرائعة، جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة. وأشاد بان كي مون بالخطوات المتميزة التي قطعتها مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الصحية العامة وتقوية الترابط الاجتماعي ونشر ثقافة السلام. واستذكر بان كي مون منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2007، تقديرا لجهود سموه في بناء الدولة الحديثة في مملكة البحرين وتحويلها إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والوظائف وإتاحة التعليم للجميع. وأكد أن مملكة البحرين عملت على تحسين الظروف المعيشية والخدمات الاجتماعية من خلال تبني سياسات التنمية الحضارية وتطبيق خطط إسكان اجتماعي شاملة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية واستخدام الطاقة المتجددة. وقال إن للبحرين مكانة خاصة في قلبي، حيث كانت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة هي من تولت إجراء مراسم أداء اليمين الرسمية لتولي منصبي باعتباري الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، وقد تعهدت حينها أن أقوم بمهام منصبي بهدف بناء عالم أكثر سلاما وازدهارا وأكثر عدالة للأجيال القادمة. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهودا جماعية ذات طابع مؤسسي ووجود شراكة وتعاون بين كافة الأطراف، مضيفا أن الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة توفر أدوات ووسائل تدعم الإسراع في مساعي الحفاظ على البيئة والحياة وإنشاء مدن حضارية مستدامة. هذه حقيقة جائزة مهمة اللي منحها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر إلى السيد بان كي مون. هذه جائزة الأمير خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة. أهم موضوع اليوم عندنا في حياة البشر، وليس في الأعمال أو شيء، بل في حياة البشر، هو التنمية المستدامة التي تضمن حياة أفضل وصحة أفضل ومعيشة أفضل للجميع. وهذا هو النهج اللي مشى عليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منذ عقود لبلده مملكة البحرين. وتأتي هذه الجائزة حقيقة في محلها وفي وقتها ومعبرة عن سياستنا اللي قمنا عليها منذ زمن طويل بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. طبعا هذه جائزة سمو رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه للتنمية المستدامة تعتبر من الجوائز النادرة والقيمة على مستوى العالم أجمع، وحصول هذه الجائزة إلى السيد بان كي مون لهذه الجائزة هذا تقدير من سموه إلى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبحرين دائما سباقة وحققت الكثير من هذه الأهداف بفضل دعم القيادة وخاصة على رأسهم سمو رئيس الوزراء الذي يحرص على متابعة لكل الأمور. ونحن أيضا في مجال الصحي في إطار بمناسبة الضمان الصحي، وجود بان كي مون معنا وحصول على هذه الجائزة تعتبر لفتة تاريخية أو موقف تاريخي للبحرين أنه يكون معنا وحصول على هذه الجائزة. ونتمنى أن يكون هناك طبعا الجوائز مستمرة، وخاصة يعني التقدير الكبير لسمو رئيس الوزراء في هذا المجال. وجود هذه النخبة من الفنيين والقياديين في العمل الصحي ما هو إلا دليل على أهمية الموضوع بالنسبة للحكومة، وأيضا وجود قصص نجاح حقيقية على أرض الواقع للتعامل مع الصحة. كما نعلم أن بدون الصحة ولا الغذاء لا يمكن أن نتحدث عن شيء آخر، ولا التعليم ولا الطاقة ولا الاقتصاد.
تبوأت جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة مكانة عالمية متميزة بوصفها إحدى المبادرات الدولية الرائدة في مجال دعم الجهود الأممية نحو تنمية المجتمعات والشعوب. وأصبح الاحتفال بتسليم الجائزة مناسبة تستقطب الاهتمام العالمي وتسلط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في ترسيخ وتشجيع الشراكة في مجال التنمية الحضرية المستدامة حول العالم. وقد جسدت الجائزة منذ أن أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن إطلاقها في عام 2007 مدى حرص سموه على دعم ورعاية كل جهد يصب في خدمة البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما عكست الجائزة إيمان سموه الراسخ بأن التنمية المستدامة تمثل سياجا يعزز من قدرات الدول والشعوب في مواجهة مختلف التحديات، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية للشعوب وابتكار الحلول التي تساعدها في توجيه طاقاتها نحو العمل والإنتاج. ومنذ ذلك الحين نجحت الجائزة في مساندة وإبراز المبادرات الفردية والجماعية على صعيد التنمية المستدامة، وذلك إيمانا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية تحفيز كل عمل غايته خدمة الإنسانية وضرورة دعم الجهود الأممية وتشجيع المشاريع المتميزة التي ترتبط بتحسين الأحوال المعيشية للإنسان في كافة بقاع العالم. وباتت الجائزة علامة بارزة على الدور الذي تنهض به مملكة البحرين كشريك أممي فاعل في ابتكار المبادرات الخلاقة لدفع مسار التنمية المستدامة وتعزيز رفاه واستقرار شعوب العالم. ومنذ العام 2008 وحتى عام 2018 نجحت الجائزة في إبراز العديد من النماذج المتميزة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، والتي شكلت جهودها قصص نجاح ملهمة لدفع الجهود من أجل الارتقاء بمسيرة التنمية المستدامة في العالم. وقدمت الجائزة في نسختها الأولى في عام 2008 لمشروع اللواء الأخضر من جمهورية بوركينا فاسو، وتفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شخصيا إنذاك بتسليم الجائزة إلى المشروع الفائز خلال أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الحضري العالمي الرابع الذي أقيم في مدينة نانجين الصينية. وواصلت الجائزة تحقيق النجاح في دعم الأهداف التنموية العالمية، إذ تم في شهر مارس لعام 2010 تسليم الجائزة لمشروع برنامج الأرض والإسكان التابع لمؤسسة بنتو ربياو من ريو دي جانيرو بالبرازيل. وكانت أن تيباجوكا الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل هي الفائزة بالجائزة في عام 2016 تقديرا لإسهاماتها الكبيرة من خلال المناصب التي تولتها في دعم جهود التنمية المستدامة في العديد من دول العالم. أما في العام 2018 فقد اختير السيد بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة لنيل الجائزة، وذلك تقديرا لعطاءاته وجهوده كمسؤول دولي بإسهام واضح في صياغة رؤية مستقبلية للتنمية تلبي تطلعات الشعوب نحو مزيد من التقدم والرفاهية. حيث أعلن الشيخ حسام بن عيسى الخليفة رئيس لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة عن فوز السيد بان كي مون بالجائزة خلال أعمال منتدى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل ناجح الذي نظمته مملكة البحرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ولا تزال الجائزة تمضي في مسيرتها تحقيقا لرؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة دعم كل الجهود المبذولة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للإنسان أينما كان، مجسدة في الوقت ذاته ما يحظى به سموه من احترام وتقدير دولي كبير، نظير الجهود التي يوالي سموه بذلها لخدمة أهداف التنمية الحضرية والمستدامة وترسيخ أسس العمل الجماعي المشترك الهادف لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.